طيب يقول المسح على الشراب هل يجوز المسح على الشراب يا اخواننا وهو الجورب يسمى في اللغة الجورب وهو الشراب الشراب يجوز المسح عليه كما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز المسح عليه ويعتبر زي الخف الخف هو زي الجزمة لكن كبيرة بتغطي لحد الكعب زي البوت عندنا بتاع العساكر ده أو الجزمة بتشبه البوت طويلة لو كانت بدون شراب زي دي بتمسح عليها أما الجورب لو أنت لابس الشراب ده يجوز المسح عليه لو كنت أنت مقيم يعني قاعد في أهلك أيام البرد دي بتطلع الشغل الصباح تلبس جزمتك وتلبس الشراب بعد ذاك جيت لصلاة الظهر دار تتوضى الشرط أنه تكون أنت توضيت قبل ما شنو قبل ما تلبس توضيت قبل ما تلبسه هذا الشرط اللي فيه الأول الشرط الثاني لو كنت مقيم قاعد في البلد بتمسح يوم وليلة يعني بتحسب من أول مسحة مثلا اتوضيت لصلاة الصبح بعد ما جيت من الصلاة لبست هدومك لبست الجزمة والشراب طلعت الشغل لحد صلاة الظهر اتوضيت مسحت عليه بتحسب من أول مسحة دي من صلاة الظهر لحد صلاة الظهر بتاعت بكرة لو انت ما خلعت الجورب ده تمسح عليه بس تتوضى لحد ما تمسح على اذنيك بعديها شنو تمسح وشكل المسح تاخذ مويه في يدك اليمين بس مويه اخذتها في يدك اليمين ودفقت المويه بتمسح من اعلى القدم زي الماسكة بفوق كده من اعلى القدم وتجرها لفوق كده بس ما بيتحد ولا في ناس الواحد ينفع يمسحها كلها كده زي الورنيش يمسحها كلها هو اصلا المسح ده للتخفيف يا اخواننا الحكم الشرعي للتخفيف لما انت تمسحها زي الورنيش ما كانت تملصها وتغسل كراك بس المسح للتخفيف جره واحده بس خفيفه بس شلت المويه في يدك كشحتها بس جره من قدام كده واحده كده بس خلاص تمسح مويه ثانيه للشمال ولو عملت يدك الاثنين اليمين اديت بها اليمين والشمال اديت بها الشمال برضه صح برضه صحيح فلو كنت مسافر ثلاثة ايام بلياليها للمسافر مدة المسح ثلاثة أيام بلياليها أما لو طلعت الشراب لو كنت متوضي الوضوء ما بيبطل ودي مسألة كثير من الناس بيعملوا فيها شكلة مرات تجي أنت تتوضى وتمسح على الجزمة بتاعتك ولا الشراب مسحت عليه جيت داخل المسجد قمت قلعت جزمتك ممكن تكون قلعت الشراب ذاته وخطيته برا وجيت داخل المسجد طوالي جماعة بالشكله يقول لك يا مولانا أنا ما بجوز أنت ملصت الشراب معناه الوضوء يعني الوضوء قاعد في الشراب ولا شنو والوضوء ده طهارة حسية ومعنوية الوضوء ما قاعد في الشراب انت ملصت الشراب لكن انت متوضي فده في مذهب الحسن البصري ونصر الشيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين انه الوضوء ما يبطل حتى لو قلعت الشراب ما يبطل لكن لو انت قلعت الشراب وبعد ذاك وضوك بطل دخلت الحمام وضوك بطل كويس جيت بعد ذاك انت لبست شرابك تاني في الحالة دي يجوز لك تمسح لا تتوضى تتوضى أول وتلبس الشراب بعدك تمسح عليه